من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم إن شاء الله هو طلعات جوية غربية فوق جبل إشعياء النبي تؤكد أنه رأس جزيرة أطلنطس، وأنه جبل قاف مركز قيادة العالم عند ظهور المهدي. جزيرة أطلنطس مقر عبادة رسول الله نوح عليه وآله الصلاة والسلام بجبل قاف، وهو الجزيرة المقدسة عند اليهود. وطبيعيا أن تكون الأرض المقدسة موجودة قبل الطوفان، وأن تكون معروفة للبشرية، واسمها تتوارثه الأجيال، خاصة وأول إقامة للبشرية كان في دار السلام أورشليم، والتي سماها نوح عليه وآله الصلاة والسلام بسم الله السلام، وهي أول مدينة يذكر عليها اسم الله، أول مدينة يسميها الناس بسم الله، باسم من أسماء الله. والسلام بعد السلام يعني اسم الله، أورشليم يعني دار السلام فسرها القرآن، وذلك بعد نجاة رسول الله نوح عليه وآله الصلاة والسلام ومن معه من ذريته ومن غير ذريته في تلك الطامة الكبرى التي كادت تقضي على الوجود البشري. وتعرف اليوم هذه الجزيرة جغرافيا باسم جزيرة القصرين، لأنها توجد بولاية القصرين، ولا تزال ضفاف البحر في المدينة ترتفع حوالي 30 متر، بينما يبلغ الهبوط إلى مكان البحر من حيث ظهور القصرين إلى وسط المدينة من 300 يبلغ 300 متر ارتفاع على الأقل عن وسط المدينة. وكان البحر جنوبي وغربي شمال وشمال جبل إشعياء النبي. وهذه صورة لجزيرة القصرين التي يعرفها الجغرافيون ويعرفها الناس، ستجدونها في صندوق الوصف إن شاء الله. وهذه صورة أخرى للخط الذي خرجت منه الطائرة من إيطاليا إلى جبل إشعياء النبي الشعامبي كما يقال له الآن عليه الصلاة والسلام، النبي شعيب عليه الصلاة والسلام، يعني النبي شعيب هو إشعياء النبي في التوراة، شعيب في القرآن، إشعياء النبي في التوراة. ذكر أفلاطون جزيرة أطلنطس 424 قبل الميلاد حتى 328 أيضا قبل الميلاد، وتحدث عام 360 قبل الميلاد عن قارة تدعى أطلنطس، وتعني جزيرة أطلس في اللغة الإغريقية أي اللغة اليونانية القديمة، يعني هي من جبال الأطلس، لتعلمون الحقيقة التي طمسوها عليكم ونهبوا كل تاريخكم وجعلوه لأنفسهم لسكوتكم طبعا. وقد ذكر أفلاطون أن هذه القصة انتقلت إليه بعد أن تناقلتها الأجيال من السياسي الأثيني سولون 638 558 قبل الميلاد، الذي سمعها بدوره من كاهن مصري قرأها في نص مكتوب. وبما أن أفلاطون أثيني فقد قال إن الأثينيين هم الأنقى والأرقى من الناحية الأخلاقية، وأن الآلهة انتقلت من أطلنطس إلى أثينا لما حاربت أطلنطس أثينا. وهذا وقد أدعى الكثيرون أن أطلنطس في بلادهم، بما أنها
لم يعرف مكانها بالتحديد. وفي قوله لما أن الآلهة خرجت من أتلانتس إلى أثينا، يعني نفهم أن أتلانتس هي مقر الآلهة، مقر الله، سكن الله، قدس الله. لكن الحقيقة أن أتلانتس قبل الطوفان دعا إليها رسول الله نوح عليه وآله الصلاة والسلام قومه ليحجوا إليها، لكنهم رفضوا، واستمرت دعوته 1000 سنة دون جدوى. ووقتها كان البحر الأفريقي قائما يغطي كل شمال أفريقيا إلا سلسلة جبال الأطلس التي سماها هنا أطلس، يعني كلمة أتلانتس تعني أطلس في اللغة اليونانية، والتي فيها الجزيرة المقدسة التي دعا إليها رسول الله نوح عليه وآله الصلاة والسلام من وسط إفريقيا إلى أعلى إفريقيا بجبل قاف سنام الأرض كلها، والذي لم يبلغه الطوفان بل إنه خرج منه، أي من البحر الأفريقي الذي سجلت مياهه أكيد بسبب زلزال كبير سببت تسونامي من الأعلى إلى الأسفل، أي من الشمال إلى الجنوب. والذي يبحث عن جزيرة لا يبحث عن منخفض في الأرض، كما قالوا أن جزيرة أتلانتس في شط الجليد، بحر الملح في التوراة، وأيضا شطيم أيضا ذكر في التوراة باسم شطيم. وما دامت مياه البحر لم تصل إليها فكيف تكون في بحر؟ الجزيرة عادة تكون عالية، أحاط بها البحر من كل مكان ولم يصل إليه. ولذا من هنا يجب أن نبحث عن أعلى مكان في أرضنا، وأعلى مكان في أرضنا هو جبل إشعياء النبي وما حوله، يعني تالا والقصرين هم الأعلى في تونس كلها، لا بل جبل الشعامبي أعلى حتى من ولاية ثبسة وقسنطينة. وكما أن الطوفان لم يبلغ هذه الجزيرة فيجب أن تكون هي أعلى مكان على الأرض كلها. ويعرف الجميع أن جبل قاف محيط بأكناف الأرض كلها، ووصفه القرآن الذي فرض الحج إليه بسدرة المنتهى، منتهى الأرض كلها، وقدسه الله لأنه المكان الأقرب إلى السماء، وهو الذي تنزل فيه الملائكة والروح من السماوات 7 فوقنا. وبما أن الوقوف بجبل قاف شعيرة من شعائر الحج الإسلامي العالمي في القدس، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون خارج الأرض المقدسة، لأنه جبل مقدس سيرسو عليه عرش الله يوم الحساب في الأرض المحشر والمنشر وموعد لقاء الله. نقول أرض الموعد لأن فيها موعد لقائنا مع الله مع خلقه، يوم يمكننا رؤية ربنا التي كانت غاية لكل مؤمن. يقول تبارك وتعالى لرسوله محمد عليه وآله الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أهل الصفة، لما قال له الصحابة اطردهم يا رسول الله، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، العرب، واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهو أعلى قمة في تونس وقسنطينة وتبسة، وقد بين الله تبارك وتعالى في التوراة والقرآن أن هذا الجبل الذي في قدس الله سيكون مركز قيادة العالم كله، لا بل لكل الكون، إذ أن وعد الآخرة في الإسلام سيكون في ظل قيادة ربانية مشتركة بين الملائكة والروح والإنس، بحيث سيبلغ الإنسان الفصل الموعود للحياة الأبدية التي لا يعقبها موت، وسيركب الإنسان أعلى طباق السماوات ليتحقق ميراث كل الأرض الحية في الكون. لتركبن طبقا عن طبق، يعني طبقات السماوات الطباق السماء 7، وعدنا الله بغزوها. لا
ليس بغزوها كما تظنون أننا سنقاتل الملائكة، لا، بل إننا سنملك تلك الأرض كلها، لأن الله خلقنا آخر صيحة خلقها الله تتماشى مع جميع ما في الكون، ما في الكون تتماشى معه وتتأقلم وتتحرك وتصنع فيه ما أرادت. وهذا أمر يجعل كل إنسان يتمنى العيش في هذا الفصل الأرقى للبشرية، رغم ما سيسبق هذا الوعد من زلازل وبراكين وحروب، لأن بعد كل هذا البعث والنشور أمام أعين الناس ليتأكدوا أن وعد الله حق وأن الزمن بلغ مداه. ووعد الله تحقق، ووعد الله تحقق وحان زمن النزلة الأخرى التي ستحتفل فيها البشرية بقدوم ربهم إليهم، وذلك يوم الحساب، يوم الدين. وأن هذا الجبل المقدس في التوراة والقرآن والإنجيل وهو محط أنظار الجميع الآن، ولذلك شاهدنا دخول طائرات من إيطاليا، بالضبط من جزيرة إيطالية بها قاعدة للناتو تحوم حول جبل إشعياء النبي الشعبي، ربما للتحقق مما ننشر عنه أو لشيء آخر الله أعلم، لكن ما دامت أتت إليه فلا بد أن تكون، وليس لسواه فلا بد أن يكون السبب هو التحقق، لكون هذا الجبل هو توق كل البشرية، لكن ليس بتخطيط بشري بل بتخطيط الله، لذا لن يتدخل في أمره أحد أبدا. بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم، هذا كلام في الإنجيل، السماوات السماوية، أورشليم السماوية أعلى مكان في سدرة المنتهى كما وصفها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفها القرآن سدرة منتهى الأرض، إلى ربواتهم محفى الملائكة، تلك الربوات هم محفى الملائكة تنزل عبرهم الملائكة، وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا على رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه الأمم، ويحضرون إخوانهم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركبات وبهوادج إلى جبل قدس أورشليم، قال الرب، كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب، فيقضي بين شعوب كثيرين، هذا الإمام المهدي، وينصف الأمم القوية بعيدة، فيتبعون سيوفهم وسككهم ورماحهم مناجم، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وهذه أيام السلام والأمان التي ستكون مع الإمام. وفي هذا الجبل رأى رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام ليلة الإسراء وعد الآخرة كيف سيكون، فشاهد أن كل رسول سيكون في أحدى طباق هذا الجبل، في أحدى طباق جبل قاف، السبع طباق مع قومه، بينما يكون عرض الله عرش الله أعلى الطباق السبعة، أي في عرفة الثامن، في عرفات الثامن، هو الجبل سبع طوابق وثمانية أعراف، وذلك معنى قوله الله تبارك وتعالى، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون، العرض على الله لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، كما نقول لكم جزيرة أتلانتس أعلى الأرض، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية،
يبعث، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل. من تلال؟ جبل قاف، للسبع الطباق. هم قالوا لكم أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام عرج إلى السماوات السبع ليظلوكم عن جبل الله الحرام ذا الطباق السبع. فقال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول. فذلك هو المقام المحمود. المقام المحمود يعني في جبل قاف. ومما يؤكد أن جبل قاف غربا، والقدس أيضا غربا، وهو مكان إرساء سفينة نوح الذي كان بالمغرب وليس بالمشرق. جاء في سفر التكوين: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. والقرآن يؤكد أن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أرست في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، الزيتون المبارك بين المشرق والمغرب، تونس، ترشيش. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا، الأرض المباركة التي بارك الله فيها للعالمين، وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. جاء في سفر إشعياء النبي شعيب عليه الصلاة والسلام: يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا لمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء، لأن عرش الله في هذا المكان فسيغطى بالغمام وتظهر لنا البروق. نعم، لأن الله في هذا المكان في جبل قاف السبع الطباق ذا الثمانية أعراب. سفر ميراثي من أجل صهيون الخرب الثعالب ماشية فيه، يعني الآن هو خرب والثعالب تمشي فيه، وليس كما يدعون أنه الأقصى الذي بنوه بنو أمية خنازير المشرق، يبنون مسجدا مقدس، هذا كذب وافتراء. في سفر يوئيل: ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو. فيه النجاة، المكان الذي ستكون فيه النجاة في العالم، لأن كل الناس ستهرب إلى تونس. ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة كما قال الرب، وبين الباقين من يدعو الرب، وبين الباقين من يدعو الرب. وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا ويرث بيت يعقوب موارثهم. هكذا قال الرب: قد رجعت إلى صهيون وأسكن وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق، وجبل رب الجنود الجبل المقدس. نظرت ثم نظرت وإذا خروف، هذا يوحنا عليه الصلاة والسلام النبي يحيى، ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. أبانا من هو؟ إبراهيم عليه وآله الصلاة والسلام. فالحق أن نعود إلى الحق ونعود إلى الشريعة التي كتبوا لها كتبا زورتها وكذبوا عليكم في كل شيء، والوسيلة الوحيدة هو العودة للقرآن والتوراة والإنجيل وحرق ما عداهم في الدين، لأن الدين كلمة الله ليس كلمة أخرى. يجب أن تحرق كل الكتب إلا القرآن والتوراة والإنجيل فقط، هذا ليبقى دين الله وليس دين الناس، لأنهم حرفوا كل شيء، العرب واليهود والمسيحيين على حد سواء، كلهم قد اتبعوا أهواءهم وأضلون عن سبيل الله القدس جبل قاف
جزيرة أتلانتس المقدسة، ونسأل الله أن يحقق ما وعدنا قريبا، لأن الأرض قادمة على فناء وعلى إفساد ودمار من الظالمين. آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.